وبعد ما انتهى من التثبيت بيقول لي حط إشارة صح لطباعة صفحة اختبار حدد إذا ما تريد طباعة صفحة اختبار بعد التثبيت طبعا بدي اختبرها للطابعة وتأكد من الحبر وما إلى هنالك وبقول له انهاء مثل ما انا شايفين صفحة الاختبار اللي بين ايدي مساء الخير واهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة التقنية العربية بهذا الفيديو اصدقائي رح نتعرف على طريقة تعريف الطابعة اللي بين ايدينا لـ اتش بي الليزر 107 دبليو ورح نتعرف على طريقة اعداد الوايرلس الخاص فيها خليكم معنا بالبداية أصدقائي بتمنى منكم تسجيل إعجاب بهذا الفيديو لحتى يزيد انتشاره، إذا كنت عم تشوفنا أول مرة يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، إذا كان عندك أي سؤال عن هي الطابعة اترك لنا إياه بالتعليقات أسفل الفيديو. أصدقائي نحن سابقا عملنا فتح صندوق ومراجعة لهي الطابعة اللي بين إيدينا، وذكرنا وقتها إنه رح نعمل فيديو خاص بطريقة تعريفها على جهاز الكمبيوتر وطريقة كذلك الأمر إعداد الوايرلس الخاص فيها. طيب اول شغله لتعريف هي الطابعه نحن بحاجه لنفتح جوجل ونتصل بالانترنت بعد ما قمنا بوصل الطابعه عن طريق كابل اليو اس بي بجهاز الكمبيوتر كتبنا اتش بي ليزر 107 دبليو درايفر وطلعت لي اول نتيجه بحث من موقع اتش بي وبفوت عليها وبيطلع لي هذا الموقع وهي هي شكل الطابعه يلي بين ايدينا طبعا ملاحظة مهمة أصدقائي لما شفنا فتح الصندوق لاحظنا أنه ما له مرفق معها أي سي دي تعريف أو أي فلاشة أو أي شيء لتعريفة وهن ذاكرين كانوا على الكرتونة أنه أنت من الضروري جدا أنك تسحب تعريفها عن طريق الانترنت بعد ما اخترت نظام التشغيل اللي عندي اللي هو الويندوز 10 64 أو أنت فيك تغير نظام التشغيل عندك لويندوز لو 7 أو ما إلى هنالك من هذا المكان تسحب الدرايفر الخاص فيها منلاحظ هذا الخيار recommended أو المفضل أنك تسحب الدرايفر مع السوفت وير سوا تمام حجمه 48 ميجا أو فيك تسحب الدرايفر فقط فقط تمام حجمه 22 ميجا طبعا انا سحبت الدرايفر مع السوفت وير وهذا اللي بفضله اكثر نزلوا عندي هون على سطح المكتب بقلب مجلد سميته اتش بي اذا هذا هو الدرايفر مع السوفت وير هلا رح نبلش تثبيت فين وانا واصل الطابعه وبرجع باكد عن طريق كابل اليو اس بي عمي اللي مرحبا واضغط ضغطه التالي اتفاقيه التثبيت والضبط لقد راجعتها طبعا بدون ما راجعها وبدون ما أراها كالعادة وبقول له التالي عميل لي انت متصل فيها عن طريق اليو اس بي ولا عن طريق الشبكة اللاسلكية لا انا حاليا متصل فيها عن طريق اليو اس تحقق مما اذا كنت ترغب في تثبيت البرنامج دون اتصال الطابعة لا انا واصلها عن طريق كابل اليو اس بي تالي عميل لي شو حابب تنزل رح أقول له نزل جميع التطبيقات اللي جاي معي بقلب هالسوفت وير هاد وبقول له التالي وبعد ما انتهى من التثبيت بيقول لي حط اشاره صح لطباعه صفحه اختبار حدد اذا ما تريد طباعه صفحه اختبار بعد التثبيت طبعا بدي اختبرها للطابعه واتاكد من الحبر وما الى هنالك وبقول له انهاء ومثل ما انا شايفين طبع لي صفحة الاختبار اللي بين ايدي وهون بيكون تسكر التطبيق من تلقاء حاله وهلا رح ننتقل لموضوع آه اللي هو المهم جدا موضوع آه اعداد الويرلس الخاص بهي الطابعه وبالنسبة لإعداد الوايرلس أو شبكة الوايرلس الخاصة بهي الطابعة يا شباب أول شغلة بدنا نفوت على التطبيق اللي نزل معنا اللي هو إيزي Printer Manager طبعا هذا التطبيق نزل عن طريق التعريف اللي نزلناه من شوي وبتلاقيه بقائمة ابدأ بهذا المكان أو بتكتبه بالبحث طيب بعد ما نزل معي التطبيق يا شباب بأرجيني إذا في عندي ورق بالدرج المحبرة اذا ممتلئه ولا فاضيه وما الى هنالك والاسم والمنفذ وكل المعلومات عن هي الطابعه بهمني هلا انا اعداد الوايرلس بهي الطابعه الاعدادات المتقدمه اعدادات الجهاز بهذا المكان شباب بتلاحظ بعض الامور انا اللي بيهمني اعدادات الشبكه تمام شباب بننزل لتحت شوي ما بتعدل بهدول الاعدادات نهائيا تمام شباب بننزل كمان بننزل مننزل تمام اعداد الواي فاي اعداد واي فاي ايزي بشكل سهل عندي المعالج بضغط عليها منلاحظ شباب عطاني اسماء الراوترات كلياتها المتاحه ضمن الشبكه، ملاحظه مهمه يا شباب جدا، هي هذا الاعداد اللي انا عم بساويه هو عباره عن اتصال هي الطابعه مثلها مثل اي جوال مثل اي كمبيوتر على الراوتر، بالتالي جميع الاجهزه المتصله على هذا الراوتر رح تطبع عليها. برجع بعيد، هي الطابعة هلا رح تتصل لاسلكيا بهذا الراوتر تمام؟ وكل شي موبايلات وكمبيوترات ولابتوبات متصلين على هذا الراوتر بيستطيعوا الطباعة عن طريق هي الطابعة، بقول له التالي بيقول لي حط كلمة المرور الخاصة بهي الشبكة، طبعا بعد ما حطها لكلمة المرور بقول التالي، بالتالي بتشبك الطابعة. تمام بتشبك مع الراوتر وبتصير الأجهزة الموبايلات اللي عندي أو الكمبيوترات بمجرد أعطيته أمر طباعة بمجرد أعطيته أمر طباعة بيقول لي اختار الطابعة بيقوم بلاقيها متصلة على الراوتر طيب هلا انا ما بدي اساوي هي الطريقه صراحه بدي اساوي طريقه انسب وافضل بالنسبه لي اكثر صراحه يلي هي على الشكل التالي شباب عندي آه بنزل لتحت شوي كمان في شغلة اسمها واي فاي دايركت تمام شباب واللي هي عن طريقها فيني اطبع بشكل مباشر باتصال ما بين الموبايل والطابعة مباشرة والطابعة مباشرة بالتالي انا فيني انتقل ما بين الطابعة والراوتر امتى ما بدي انا هلا بدي اطبع بتصل بالطابعة ما بدي اطبع بنفصل عنه وبتصل بالراوتر طبعا هي الطريقه شباب اضمن وامن اكثر بعدم دخول احدهم على الشبكه ويستنزف لك الورق ويطبع بشكل عشوائي انتبه لهي الملاحظه كثير اذا اسم الجهاز عم يقول لي ال107 دبليو ليزر من هذا المكان فيك تغير اسم الطابعه تمام طبعا بنقول له مالك المجموعه تنشيط عنوان بروتوكول الشبكه هو مختار الاي بي اذا مفتاح الشبكه مثل ما انا هذا هو رح نقول له نقيم إشارة التمكين رح يطلع هذا المفتاح عندي ورح حط مثلاً من واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تمام ورح أتصل بالطابعة عن طريق هذا الباسورد هلأ هون صار في باسورد للطابعة انتبه لهذه الملاحظة تمام ما عندي اي شيء ثاني اخر شيء عندي مسح بيستعيد الاعدادات الافتراضيه لهي الامور اللي انا غيرتها اذا حبيت ارجع للاعداد الافتراضي الطبيعي بقول له حفظ تم حفظ اعدادات الجهاز موافق هلا صارت الطابعه في الها باسورد على الشبكه هلا انا راح انتقل للجوال واتصل بالطابعه وارجيكم كيف راح احط الباسورد الخاص فيها وهلا يا شباب انتقلت للجوال وهلا رح اتصل بالطابعه اللي حطيت لها باسورد بين ايدي الاتصالات ومن ثم الواي فاي داخل الواي فاي يا شباب راح لاحظ اسم الطابعه موجود هون بين ايدي وعلى اشاره الواي فاي الخاصه فيها اشاره قفل في دليل على انه محطط لها باسورد بعمل اتصال راح اللي حط الباسورد ده اللي حطيته وهي راح نحط الباسورد وبقول له توصيل منلاحظ انه اتصل بالطابعة حسب الباسورد اللي حطيناه هي باسورد صحيحة 100% رح انتقل هلأ للاستديو في عندي هاي الورقة اللي بين ايدي هلأ بقول طباعة منلاحظ بهذا المكان فيني اختار الطابعات المتصلة طبعا ملاحظة مهمة يا شباب نفس الامر رح يتم لو كنت تواصل الطابعة بالراوتر تمام هلا انا اتصلت فيها دايركت واي فاي دايركت ولكن لو حبيت اوصلها بالراوتر كذلك الامر فيني شوفها بهذا المكان الطابعات المتصلة اذا اخترت للطابعة وبقول له طباعة ومثل ما لكم سمعانين شباب تمت الطباعة اما بالنسبه لطريقه تعريف او وصل هذه الطابعه الـ HP بي الليزر 107W على اللابتوب او الكمبيوتر لاسلكيا يعني بدون كابل الوايرلس طبعا بعد ما قمت باعداد الوايرلس الخاص فيها اكيد بدخل على الشبكه والوايرلس ومن ثم بقوم بالاتصال فيها اكيد رح احط الباسورد نفسه اللي حطيته اثناء الاعداد وبقول له التالي بهي الطريقة شباب اتصل بالطابعة مباشرة طيب هلا انا بدي انتقل لعند اي مصنف او مستند عندي فرضا هي مواصفات الطابعة بمجرد قلت له ملف طباعة رح نلاحظ انه اسم الطابعة صار ظاهر عندي هون مباشرة وبقول له طباعة مباشرة طيب لنفرض انه ما ظهر اسم الطابعة هون لنفرض ما ظهر اسم الطابعة بهذا المكان، شو الحل؟ او اذا كنت انا واصل هي الطابعة على الراوتر وليس بواي فاي دايركت تمام؟ وليس بالوايرلس المباشر. شو الحل؟ البسيطة الامور ما عندك اي مشكلة بتروح على لوحة التحكم ومن ثم الاجهزة والصوت عرض اجهزة الطباعة تمام؟ داخل اجهزة الطباعة بتقول له اضافة طابعة رح يقوم بالبحث ومن تلقاء نفسه رح يلاحظ انه هي متصلة اما دايركت واما عن طريق الراوتر رح يشوفها بتقول له التالي ومن ثم بتقوم بتعريفها ورح تقوم بالطباعة عن طريق او بالطريقة اللاسلكية عن طريق اللاسلكي رح تقوم بالطباعة وهيك يا شباب بنكون تعلمنا على طريقة ضبط إعدادات الويرلس وتعريف الطابعة اللي بين إيدي الـ بي الليزر الـ 107W شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية